مكملين لسه مع بعض في أسئلة الـ Problem Solving، وتعالوا ناخد سؤال عشوائي برضه عشان الناس تبقى عارفة. يعني لو في سؤال طلع مثلا في ليفل 1 أو زي دي مثلا، ده ممكن نحله. في أسئلة تبقى فيها ليفل 2 ليفل 3 أو مثلا بارت 1 بارت 2، فاحنا هنمشي بالترتيب. يعني احنا مثلا لو ده كان ليفل 2 فكنا هناخد سؤال تاني، لكن بما إنه ليفل 1 فتعالوا نشوف السؤال بيقول إيه. طيب most repeated character ليفل 1، يعني أنا عايز أكتر حرف متكرر عندي. الفانكشن create a function most repeated character او char star character باسمها that receives a string، يبقى المفروض انها تستقبل string. Your quest is to get the most repeated character in that string and return an array containing two elements. وظيفتك او المطلوب منك انك ترجع اكتر حرف متكرر في السترينج ده، وترجع array فيها عنصرين او اتنين element. First element is the top repeated character، أول element أكتر حرف متكرر. Second element is the number of repetitions، يعني عدد مرات تكرار الرقم ده. طيب السؤال ده الريورد بتاعته 450 ل 600. بعد كده مديني example هنا ال string hello world، فال most repeated character المفروض يرجع يعني حرف ال L متكرر 3 مرات، هو فعلا ده أكتر حرف متكرر. طيب ال acceptance criteria، you can use any built-in function، أصلا أي حاجة، make all necessary validation to make the function work smooth أو smoothly. طيب دي ال function مفيش فيها حاجة، تعالى نقول open sandbox. أول حاجة نبدأ بال validation، تعالى نقول نعكس يعني اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، نبدأ دلوقتي بال validation. أول حاجة أنا المفروض ما ينفعش أستخدم غير string، فأنا هاجي هنا أقول له if type of string، او خلينا دي تعالى نخليها تكست عشان الناس ما تتلخبطش، خلينا كلمه تكست لا يساوي string. هنا ما اعملش return مثلا function must receive string، لا ليه؟ لان ديت ما ينفعش كده، لان كده انا ما وقفتش ال function، او انا كده فعلا وقفتها بس وقفتها بشكل غلط. يعني افترض ان ال function دي بترجع الحرف بس، يعني انا عايز اقول رجع لي اكتر حرف متكرر من غير ما ترجع لي العدد، يعني هترجع سترنج، فانا الفانكشن كده هترجع لي سترنج، ما ينفعش، لان الفانكشن المفروض اصلا طبيعتها انها بترجع سترنج. فانا عشان اوقف الفانكشن لو فيها مشكله زي كده مثلا، اقول له هنا ثرو نيو ايرور، طلع له الايرور ده. طيب تعالوا ناخد الكودين دول كده نخليهم عندنا هنا تحت، نخلي دي كده جوه لوج. ماشي most repeated، هي repeated مش repeat. اوكي طيب تعال نكتب ال sequence بتاعنا او ال work flow بتاعنا. احنا دلوقتي المفروض عندنا ان احنا نجيب اكتر حرف متكرر. نعمل حاجة زي كده ازاي؟ معنى كده انا محتاج امشي على ال text دوت او على ال string ده واشوف كل حرف عندي. طيب في اكتر من طريقه، بس انا مثلا الطريقه اللي جايه في دماغي ان انا ممكن اعمل اوبجكت اخزن فيه، يبقى الكي بتاعي الحروف الموجوده بتاعت التكست ده، والفاليو بتاعتي هي عدد التكرار بتاعه. يعني مثلا اجي اقول له كونست كاركترز ليست اوبجكت، يعني مثلا اكني اقول له الاي 12، الاي 15 او 14، الام 13، وهكذا. فده اللي احنا هنعمله، يعني ده اللي انا عايز اوصل له. فانا كل اللي انا هعمله ببساطه شديده اقول له هنا كده فور let character of text. تعالى نعمل لوج للكاركتر ده ونشوف هيطلع لنا ايه. كده اقسم لي الحروف اهي، سيبكم طبعا الايرورز ديت عشان كل ما بكتب هو الكود ساند بوكس بيابديت. اتش اي ال اللي طبعا مكرره مرتين، او وبعد كده الكوما وبعد كده المسافه. دي ممكن طريقه، ممكن ان انا اقول له فور ليت اي بيساوي زيرو والاي اقل من تكست دوت لينث اي بلس بلس، بس طالما انا عندي السنتاكس دي خلاص مش محتاجها. بعدها ممكن اقول له كونست، اقول له كاركتر مش اي. طيب ده كلام عظيم. هنا ممكن اقول له كاركتر ليست اوف كاركتر، يعني هعمل هنا تشيك. ايه اللي تشيك دوت؟ ان انا هل الكاركتر ده اصلا موجود عندي في الاوبجكت ده ولا لا؟ لو موجود هزود الرقم بتاعي، لو مش موجود يبقى اخلي الكاركتر ده القيمه بتاعته بواحد لان هو اصلا ما كانش موجود. فانا هاجي كده اقول له هنا if not character، هقول له character بيساوي واحد.
continue. انا مش عايز اكمل لكم كده. بعد كده انا اقول له character plus plus. تعالوا نعمل log للكاركترز. character list. لو جينا بصينا هنا كده هو اداني ال H واحد، ال E واحد، ال L واحد، ال O اتنين، وبعد كده الكوما واحد، ال space واحد، والباقي كل حاجة عندي واحد واحد واحد. طب انا ليه انا عملت كوما؟ عشان ما اعملش else مش اكتر. طب انا خلاص دي هتعمل الوظيفة بتاعتي، ان هو هتحط لي الرقم وتعدي كده بلس بلس، او ممكن اعملها بلس ايكوال واحد، او ممكن اعملها ايكوال الكاركتر بلس واحد. كل ده دي كلها تنفع، بس طبعا افضل حل نستخدم البلس بلس. يعني انا عندي اوريدي اوبريتور، ليه ما استخدموش؟ طيب دلوقتي انا وصلت للاوبجكت بتاعي، بقى في عندي عدد الحروف. انا دلوقتي محتاج اعمل ايه بقى؟ محتاج ان انا الوب على الاوبجكت ده واشوف ايه اعلى رقم عندي، وعلى اساسه ابدا احدد ان الرقم ده اللي هيطلع. طيب ممكن اقول له ايه؟ let highest character. دي تبقى عندي عبارة عن array. انا هلوب على الكاركتر ليست ديت واشوف الرقم، يعني الاري دي تبقى فيها two elements، يعني مثلا هيبقى فيها ال i وثلاثة. فانا هشوف والله لو الكاركتر اللينث بتاعه، لان انا دلوقتي عندي كل كاركتر فيه رقم، فيه value اللي هي الرقم ده، لو الرقم ده اعلى من القيمة اللي موجودة في الاليمنت التاني، يبقى انا خلاص هعمل ريبليس للفاريبل ده بالقيمه ديت. لو مش اعلى منه خلاص هعمل له اجنور. فهنا اقول له فور ليت كاركتر، هي برضه كونست. هنا ما ينفعش تبقى كونست عشان انا غيرها كذا مره، ان لان ده خلي بالكم ده اوبجكت. طيب هنا ممكن اجي اقول له اف دي لو هي اللينث بتاعي بيساوي زيرو، وده الكيس الأولانية، خلاص يبقى أنا هاجي كده أقول له الـ highest character بيساوي الـ character، هو عايز إيه الأول؟ عايز الحرف على كده الرقم، يبقى أنا عندي دي الحرف أهو، والرقم هي القيمة أصلا المقابلة ليه في الـ object اللي هي الـ character. برضه continue. ده شكلي. دي أنا أوريدي الحتة بتاعت الـ continue والـ return، الحتة دي أنا أوريدي شرحتها في فيديو، فلو أنت ما شفتوش بص عليه. انا برضه هحط لك في الاي بتاعت الفيديو ده ان شاء الله، او في الديسكربشن لو انت تشوف امتى تعمل كونتينيو وامتى تعمل اف والس. طيب دي الكيس الاولى، ان هو اصلا if the high the array is empty then just assign the first one. طيب الكيس الثانيه ان انا تشيك if the character، يعني دي ممكن برضه نخليه نقول له هنا كده كونست عشان ما نقعدش نكررها كتير. كاركتر لينث او ريبيتيشنز يساوي الاخينا ده للكاركتر، فدي ممكن نغيرها خليها تبقى الكاركتر ريبيتيشنز. فانا دلوقتي انا اقول له لو الكاركتر ريبيتيشنز اكبر greater than the highest character then reassign the highest character sorry the highest character to the new one. يعني بقول دلوقتي لو ال repetitions ديت اعلى من القيمة الموجودة هنا، خلاص يبقى انا دلوقتي عندي هحط في ال highest character ديت القيمة الموجودة دي مكان عاملها ريبليسمنت. طيب انا كده خلاص انا اتاكدت ان انا يعني مش محتاج اتشيك بعد كده، لان انا خلاص اوريدي قلت له لو هي فاضيه ضيفها لي فيها وخلاص على كده. فانا خلاص دلوقتي من بعد الخطوه دي انا متاكد ان الهايست كاركتر دي دايما فيها قيمه عند السطر ده. فانا هنا هقول له اف هايست كاركتر الواحد اللي هو القيمه الثانيه اقل من الهايست كاركتر الكاركتر ريبيتيشن، ساعتها هنا اغير دي كده اقول له دي بتساوي سوري الكاركتر والكاركتر الكاركتر ريبيتيشن، بس كده في الاخر اقول له ريتيرن الهايست كاركتر
ديفينيشن. لو دي اقل من فينا عندنا حاجة غلط. هنشوف ايه هي ال highest character. سوري دي غلطة مني، انا عملتها لتن جوه الفور لوب، انا برضه قلت كده مش منطقي كده، رجع لي مظبوط ال L فعلا ب3. فخلي بالكم من الغلطات ديت، اتاكدوا ان انتوا قافلين الاقواس صح، فاتحينها صح، شايفين الكود بتاعنا ماشي ازاي. هنا ممكن اقول له ايه، make an object to store the repetitions of each character. بعد كده ممكن اقول هنا loop over string characters. if the character character is not in the object find. هنا increment يعني يزود the character repetition by one. يبقى انا كده هات بقى اي حرف او اي حاجه تانية يعني، مثلا تعالى طيب نفترض ان انا في عندي حرفين عدد تكرارهم زي بعض. في الكيس دي احنا هنعمل ان هو مش هيرجع غير اول حرف يعني واخد اكبر عدد تكرار. يعني مثلا تعالى عندنا الهلو وورلد، ممكن نزود مثلا الاو. تعالى لو خلينا هنا الاو الاول، دلوقتي هتلاقي عندك ان الاو بقى هي اكتر حاجه. لو خلينا الاو مثلا حاجه زي كده، هنا هتلاقي ان ال بقت اكتر حاجه، فانا الترتيب عندي فرق. فاول حرف بيتكرر عندي اكبر عدد من التكرارات هو اللي بينفع او هو اللي انا هاخده عندي. بس كده، ده اجابه السؤال. يعني اتمنى ان شاء الله تكون الاجابه وضحت وعرفتوا السيكونس احنا فكرنا فيه ازاي. ممكن يبقى فيه اكتر من حل، بس انا يعني بالنسبه لي انا شايف ان الحل ده ساتيسفاينج، لان انا مش هستخدم اي فانكشنز زي مثلا فانكشنز الاريز او ان انا اعمل سبليت للسترنج. انا مش محتاج اعمل سبليت او اي حاجه، انا كلها في الاخر هي فور لوبس. شايف ان افضل سيناريو ليها الفور لوبس للكيسز دي. خلاص خلصنا الاجابه، نقول له كوبي لينك. بعد كده نيجي هنا ونقول له حط الاجابه عندك في الكود ساند بوكس، ونقول له سبميت. بس كده، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.